متعودين احنا ان المباراه بتاعت الاياب في ربع النهائي او دور ال 16 او نص النهائي اول مباراه فيهم بيبقى فيها ضرب وتخبيط كتير جدا زي ما احنا متعودين في البطوله دي. فزي ما انت شايف النهارده عندنا مباراتنا ان شاء الله الاولى في دور ربع النهائي. طبعا المباراه على ملعبنا في الاياب بتاعنا يعتبر ارسنال ضد مانشستر يونايتد، ديربي انجليزي خالص في بدايه ربع النهائي من كاس الرابحين. فايه اللي هيحصل في البطوله دي وده اللي هنتعرف عليه مع بعض ان شاء الله النهارده. افكركم بس ان الراجل ده كان بيلعب امبارح بخطه 4-3-3 واحنا جهزنا خطه 4-3-3 عشان نتفوق عليه. احنا الاثنين فاتحين خطوطنا في الملعب، احنا الاثنين المباراه دي ممكن يكون فيها اهداف كتيره جدا للطرفين. فايه اللي هيحصل في المباراه دي انا متحمس له جدا جدا حرفيا. فنقدر نقول ان على بركه الله نتوكل على الله كده. عايزك تسمي الله وتصلي على النبي قبل ما نبتدي في الفيديو عشان خاطر باذن الله نفوز في المباراه دي. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدا المباراه ونشوف ايه اللي هيحصل يا رب. يعني نسجل، يعني لسه بنقول سيناريو المباراه اللي فاتت يا جدعان، لسه بتكلم سيناريو المباراه اللي فاتت. الراجل يسجل هدف، اجانا مسجل التعادل، اجانا مسجل الثاني على طول 2-1 يا جدعان في سيناريو جنوني. ريمونتادا في 20 دقيقه 3-1، لاكازيت في الدقيقه 38 ريمونتادا في شوط اول فقط، خرافيه حرفيا. الراجل سجل الهدف الاول، جيتانا ردت بثلاث اهداف في الشوط الاول. الصراحه بدايه غير متوقعه على الاطلاق. انا على الاقل كنت متوقع ان ممكن الشوط الاول يطلع 1-0 او 1-1 بالكتير جدا. مفاجاه وخلتني اتحمس جدا للشوط الثاني. ايه اللي هيحصل فيه؟ هل الراجل هيقدر يعدل النتيجه ام ان احنا هنزيد بالفرق او ممكن الراجل يقلص الفارق ل 3-2؟ كل ده هنشوفه في الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، هجمه في الراجل بيرد بهجمه هو كمان، ثم بيرد بهجمه ثانيه، لاكاسيت بيرجع بيهدد، روجر بياخد انذار، ثم ساديو ماني. انا شايف ان المباراه متكافئه مع ميل الكفه ناحيتنا شويه والراجل بيسجل هدف تقليص الفارق 3-2. يا رب نطلع وهي سليمه، الحمد لله الحمد لله خرجنا وهي سليمه 3-2 بدل الراجل ما كان يتعادل معانا. انا راضي جدا ان النتيجه توصل ل 3-2. احب قرار المدرب التكتيكيه واحب الفوز ايضا. يكفي ارسنال ان يتعادل في المباراه المقبله كي يصعد؟ لا ان شاء الله احنا هنحاول نفوز في الماتش الجاي. تعادل ايه اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ الراجل سجل هدف، ردينا بثلاث اهداف ثم رجع قلص الفارق في الدقيقه 77. المشكله في المباراه دي ان انت لو شفت تحضير المباراه دي في الفيديو اللي فات ان احنا كنا منزلين حارس ضعيف جدا قوته 93، فاكيد هو كان السبب في ان احنا نستقبل هدفين، وكمان ان الراجل اللي ضدنا ده خط هجومه ناري جدا حرفيا، فكان لازم ان احنا حرفيا نستقبل اهداف. 13 تسديده لينا مقابل 8 للخصم، واستحواذ كان لينا 60% زي ما انت شايف كده. ادي الحارس اللي بكلمك عليه سيلس، الحارس اللي قوته 93 معايا في الفريق. فطبعا دلوقتي نرجع بقى نروح على الفريق اوريكم حتى الحارس اللي احنا اللي انا بكلمك عليه ده اهوت. لا ده اوتشوا حتى الحارس الثاني اتباع بالفعل، سيلس تم بيعه اهوت، وكمان جبت سيلسن وكمان تم بيعه بحيث ان احنا نجيب حارس بديل يكون قوي وكويس جدا في البطوله. الى الان احنا محتاجين حارس بديل، فممكن نروح الاول كده قبل ما نعمل اي حاجه نشتري معانا 88 مليون ممكن نجيب ميريت، الراجل يعني اللي ب 70 مليون كويس جدا يكون بديل في حراسه المرمى. الراجل بقى اقوى مننا، خصمنا النهارده قوته وصلت 118 في مباراه طبعا الاياب بالنسبه له، ولكن بالنسبه لنا احنا هتبقى مباراه الذهاب. فهل يعتبر نقدر نتفوق على الخصم ده وهو اقوى مننا، خصوصا ان معاه خط هجوم ناري جدا زي ما انت شايف كده؟ ميتوما 125، كالفرت ليون 124، مالكوم 120، وورد براوس 118 وده الاقوى في نص الملعب. عنده بيدرازا الراجل 119، شار كواتس حكيمي، وهيريرا في حراسه المرمى بالنسبه له الراجل مليار 850 واحنا مليار 850، ولكن هو بتفرق التفاصيل البسيطه دي ان خط الهجوم عنده قوته 123 فده اللي معلي القوه عنده. زي ما انت شايف احنا ما عدلناش اي حاجه في الفريق سوى حراسه المرمى فقط، هو ده اللي احنا عملناه يعتبر في الفريق. فبالتالي دلوقتي عندنا مباراه قويه جدا ضده. طبعا احنا شايفين فريقه امبارح، فاحنا عرفنا ان نقطه الضعف عنده هي نص الملعب، عرفنا ايضا ان الحراسه عنده مش قويه قد كده، فتقدر ان انت تعتمد ان انت تسجل من خلاله الاهداف. يعتبر
القوة عنده في الدفاع والهجوم، هجومه بيسجل أهداف وشرس جدا، ودفاعه نوعا ما يقدر ان هو يتصدى للهجمات بتاعة فريقك. فاحنا النهاردة ان شاء الله عايزين نعرف بس الراجل ده بيلعب ازاي عشان نقرر هنلعب احنا كمان ازاي. الراجل الى الان عامل 4-3-3 حرف البي زي ما انت شايف كده، بيلعب اسلوب مقبول في الضغط، والراجل مش مطور ملعبه، فبالتالي يعتبر احنا قريبين من قوة، بيلعب تمريرات دفاع المنطقة والتسلل لا. فالى الان التمريرات دي احنا مش هنقدر نواجهها نظام الهجوم المرتد، عشان الناس اللي ممكن يجي على دماغها ان احنا هنلعب النهارده مثلا ب 5-2-3، احب اقول لك لا، ان 5-2-3 مش هتنفع معانا في مباراه زي بتاعه النهارده، لان التمريرات بتحجم خطوره الهجمات المرتده، فهنلجا لخطه مختلفه تماما عن خطه 5-2-3، هتعجبك جدا جدا، واعتقد اتكلمنا عليها في فيديوهات سابقه لكاس الرابحين، في كاس الرابحين قديم شويتين كان التكتيك ده قوي جدا. فتشكيلتنا اللي معانا النهارده هي 5-3-2 يا ابطال اللي وحشتنا من فتره كبيره جدا، ما لعبناش بخطه 5-2-3 عفوا. النهارده هي اللي معانا ان شاء الله في تحضيرنا للمباراه دي. هتقول لي اشمعنى 5-3-2؟ هقول لك لان الصراحه كنت متحير ما بين خطتين، وهما الخطتين الدفاعيين الوحيدين اللي يقدروا يعتمدوا على التسديد عن بعد او التسديد على المرمى، وهما 5-4-1 حرف البي و 5-3-2. فكان الحل من وجهه نظري هو 5-3-2 نظرا لان احنا معانا صانع العاب كويس جدا، وكمان معناش واو دال يقدر يلعب في خطه زي 5-4-1، وكمان معانا 2 روس حربه يقدروا نقدر نعتمد عليهم بشكل كبير جدا زي كلوسوفسكي قوته 120 وكولومواني اللي قوته 115. زي ما انت شايف دي التشكيله بكل تمركزاتها موجوده في مكانها ما عدا جناح واحد بس، عشان يقدر ان يكون في يعتبر لخبطه او جري كتير في خط الهجوم بالنسبه لي وبالنسبه للخصم ايضا، وده هيساعد بشكل كبير جدا ان هو ينزل يستلم كمان ويساند نص الملعب، نظرا لان المعدل عنده 71، فده يخليه ينزل يدافع اكتر او ينزل يساند نص الملعب اكتر، يستلم الكره من تحت اكتر، فيكون عنده امكانيه التسديد اكتر ان شاء الله. دكه البدلاء مش هوصيك عليها بقى، احنا متعودين ان الدكه زيها زي التشكيله، انت اهتميت بالتشكيله يبقى تهتم بالدكه والعكس صحيح، لان الاثنين مهمين جدا 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 في المباريات خصوصا في البطولات الكبيره اللي زي دي. اما بقى التكتيك فمش هوعدك بقى، قلت لك تسديد عن بعد مع 5-3-2 هيكون قوي جدا ان شاء الله ان احنا نعتمد عليه. زي ما انت شايف تسديد عن بعد هو خيارنا النهارده مع خطه زي 5-3-2، تمركزاتنا ثابته ما عدا الوسط، هنخليه ساند الدفاع عشان نامن نفسنا من استقبال الاهداف ان شاء الله، ونقدر نكون فعاليين على المرمى بشكل كبير. الرقابه دفاع المنطقه، التسلل هيكون لا، واخيرا الارقام اللي هتكون معانا 45 40 69. هتقول لي طب انت ليه مش بتدافع قوي بالارقام زي ما بتدافع بالتشكيله؟ هقول لك لان الارقام هنا ما ينفعش نقللها جامد عشان ما نستقبلش اهداف وما نعرفش نرجع. يعني احنا انت مثلا لو استقبلت هدف وما عرفتش ترجع بالنتيجه فدي ازمه كبيره جدا، بس انت اللي متسبب فيها لانك هتكون عامل عقليه مثلا 20 25 30، فهيكون من الصعب ان انت توصل لمرمى الخصم. فعقليه 40 هتكون كويسه جدا في بدايه التوازن، تقدر ان انت تلعب زي ما انت عايز في ارضيه الملعب اذا كنت تهاجم او تدافع مع الضغط اللي هيكون ايضا متوازن، مش هسيب له الكره قوي او ان انا هضغط من قدام قوي، لا هكون متوازن برده في ضغطي على الخصم. ايقاع اللعب اللي هيكون 69 عشان اقدر اوصل للمرمى ان شاء الله واسدد وانفذ العقليه بتاعتنا النهارده. قطع الكرات انا عامله مقبول لان الحكم لونه برتقالي او برتقاني زي انت بقى ما حابب تقولها زي ما انت شايف، فكان مقبول عشان اتفادى الانذارات والطرد الكتير. طبعا زي ما انت شايف فاضل 6 ساعات على المباراه ان شاء الله ما بين مانشستر يونايتد اللي قوته 118 صاحب الارض والجمهور، وارسنال الفريق الزائر النهارده اللي قوته 116. وزي ما انت شايف كده الفرق ما بيننا في قيمه الفريق يعتبر مش كبير، الراجل فوقيه على طول فارق حوالي يعني مثلا قول 14 مليون، وايضا في معدل قيمه اللاعب فارق 6 مليون فقط زي ما انت شايف كده، فده يبين لك قد ايه التقارب اللي ما بيني وما بينه. فاللي هيحسم المباراه النهارده ان شاء الله مين اللي هيصعد من المباراه دي، اتمنى ان نكون احنا، وان شاء الله فيديو بكره نعرف احنا عملنا ايه في المباراه دي ومين اللي صعد لدور نص النهائي ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون جميل وعجبك جدا جدا، وبكرر اعتذاري عن عدم تصوير حلقه عروض الكوينز طبعا اللي كانت موجوده امبارح واول، نظرا لان الكوينز ما كانتش بتوصل فكان في مشكله في عروض نادي الاعمال. وبس كده ده كان الفيديو معانا النهارده، شكرا ليك على المشاهده، لو انت اول مره تتفرج علينا اتمنى تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لحد عندك ان شاء الله. ما تنساناش باللايك العنيف نوصل 200 300 لايك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.